الناحيه الثانيه انا عندي حله، هبدا هشغل عليها النار شويه وابدا اعصج واحده واحده فكره الفراخ اللي عندي، ان انا عاملها بفكره بسيطه النهارده، مفرومه على الايد. يعني جايب صدور الفراخ وفرمها على الايد بفكره ان انا مجروشه، ما هياش مفرومه زي اللحمه المفرومه في الكبه. هتفرق في ايه في صينيه الجلاش؟ طب وانت مش عايز تعمل في الاشف الجلاش بلحم مفرومه؟ احنا بنحب اللحم المفرومه. هقول لك احنا ما بنعملوش غير بلحم مفرومه وبنعشقه باللحم المفرومه. بس امبارح اشتغلت بلحم مفرومه حاجتين لو حضراتكم فاكرين، باللحم المفرومه في المكرونه وفي الكوسه، فاكيد مش النهارده برضه هزهقكم مني، فقلت اكسر الروتين واعمل صينيه الجلاش اللي انا عايزها او الرقاق اللي انا عايزها او ايا كان بطعم مختلف، وكمان اولادنا ممكن مش حابين فكره ان يكون النهارده موجود العرق او التفصيله دي. هجيب عندي مكعب زبده الاول، ده اللي هشوح فيه الفراخ، مكعب زبده حلو كده، وعليه هجيب فص ثوم. ولكن قبل ما اروح على الفص ثوم اللي هشوحه في الزبده، هجيب عندي الفراخ المفرومه دي عليها فلفل اسود، ركز كده معايا يا فندم كده، وتاتش ملح لطيف، ومن الناحيه الثانيه بسم الله حبه بابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي محمر شويه، وهجيب عندي فص الثوم، وممكن بدل ما اسيبه يتشوح في الزبده، وانا اقول لك انا هسيبه يتشوح في الزبده الصراحه عشان الزبده بتبقى ريحتها حلوه قوي في الثوم كده، وهجيب عندي معلقه حلوه، وهاجي اروح واخد المفروم ينزل بسم الله يتعصر كده مع نفسه في قلب الزبده والبابريكا وفص الثوم ده، نرجع له ثاني. هنا عندي الفراخ، بص منظرها راحت لفين، ده اللي بتكلم عليه مع البابريكا وفكره الثوم. نحط اي حاجه احنا عايزينها، زي ايه مثلا اي حاجه احنا عايزينها؟ انا عندي فلفل احمر رومي بصراحه بيبقى تيسته حلو جدا مع الفراخ، فلفل احمر رومي متقطع كده واخضر كمان، وهجيب عندي حاضر لحظات، وهجيب عندي كمان بصلايه حلوه كده، انا عملت التعصيجه بتاعتي وعندي لفه الجلاش وكده زي الفل. ممكن في الاخر اديها عندي زيتون، اديها عندي هالبينو، اي حاجه انا عايز احطها عندي في الاخر. دي تمام التمام ان شاء الله. ام رقيه صباح الفل يا فندم. الو يا ام رقيه. ايوه معاك. صباح الفل والهنا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبخير وسعاده يا رب. رمضان كريم. الله الله اكرم على حضرتك وعلى اسره كريمه. تحت امرك امر. الله يخليك تسلمي وتعيشي. ربنا يخليك. بقول لك ايه، انا ممكن استبدل اللحمه ديت بصدر فرخه كبير؟ ممكن ايه يا فندم؟ استبدله بصدر فرخه كبير. صدر فرخه كبير ايه؟ مش فاهم. يعني اللحمه دي انت عملتها دلوقتي. عايزه استبدلها بصدر فرخه كبير، ينفع؟ بدل صدر فرخه كبير؟ يعني استبدلها بصدر فرخه نفس مفيش ماشي صدر فرخه بس قد الكميه دي، ولا قصدي صدر ديك رومي؟ لا كبير. ايوه كبيره، فرخه اساسه كبيره ما شاء الله. ماشي معلش عشان بفهم بس بحضرتك، وانا اسف. طبعا. ينفع يا فندم، ينفع. أيوة بطريقه الديك الرومي برضو. ايوه ما هي لما بتبعها بتبقى كبيره كده فعلا، بتبقى زي تمام. انا بس ما فهمتش من حضرتك كويس، صدر الفرخه حجم صغير واحنا بنعمل عرق. لا كبيره. عماله افكر ان يعني تمام ينفع يا فندم، ينفع. ماشي. يبقى صدر الديك الرومي او صدر فراخ كبيره، يبقى كانه يعني معمول بشكل الروستو. ايوه. ويتحشي. أيوة. لو حضرتك حابه حشيه هتحشيه او زي ما هو ويتصدم، تحط عليه الخضار اللي انت عايزاه كله ويطلع يبقى زي الفل. ماشي. بقول لك كيف عليا. تحت امرك. الفول لما باجي ادمسه مش عارفه ليه دايما يغمق مني، ليه بقى؟ هو انا مش سامعها ليه يا جماعه كويس؟ ممكن تعلي شويه الصوت يا جماعه. الفول لما باجي ادمسه ليه بيسمر بعد كده؟ ليه؟ تمام كملي اتفضلي. وايه تاني؟ بيسمر مني مش عارفه ليه. عشان ممكن يكون بيغلي كتير. انا بنقعه يوم بحاله. هو حضرتك بيسمر هو في النقعه ولا في الغليان؟ لا في الغليان بعد ما بيستوي كمان. يبقى في الغليان زي ما قلت لحضرتك يا فندم، يبقى احنا بنقرص عليه شويه في التسويه. فده اللي بيخليه يغمق او بيتغطى بالكمر كتير عن تسويته الطبيعيه. فلو هو مثلا بياخد ساعتين مثلا حضرتك ممكن تكون بتديله مثلا ساعتين ونص ثلاثه. ايوه. فبالتالي بيغمق معاك اللون مش اكتر. ماشي. تعالى كل سنه وانت طيب. او امرك امر استكون. ربنا يخليك. تسلمي. صباح الفل. صباح الفل يا هاني. صينيه من الصواني اللي عندنا في البيت، وعندي لفة جلاش، وبكل بساطة الجبنة اللي موجودة في البيت أيا كانت إيه هي،
انا بس بعمل ايه دلوقتي معلش انا مش بتقل عليكم والله انا هطلعكم حالا اقل من دقيقتين اطلعكم في وسط عشان بس ايه نوضح للناس كل حاجه عشان لو حاجه دخلت الفرن تاخد وقتها ما تبقاش برضو ايه المشاهد نسي وكمان لما يطلع التقرير ونلف شويه ما يبقاش واحد نسي اللي كان بيحصل في البرنامج سامحوني. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه عندنا هنجيب في الصينيه اللطيفه دي معلقه زبده او فرشه زبده ده موجود يعني ايا كان. خلينا نعمل كده كده وهدهن في الاول خالص كده والزبده دي هي اللي هتحمر لي ارضيه الايه صينيه الجلاش كده وكمان هتخليها مش هتلزق معايا فاقدر ان شاء الله لما تبرد سيكه اقدر اطلعها بكل بساطه. ادي كده رقم واحد. رقم اتنين بكل بساطه خالص هجيب عندي ورقه جلاش كده اهو معايا يا فندم حلو اهو كده كمان رق خفيف كده هروح عامل كده جلاش سهل جدا ناخد كمان رق واروح قطعه كده اعمل مسند يعني او سنده كويسه في الارضيه بتاعت الصينيه كده كمان واحده في النص كمان واحده كده ده كده اول رقه. اجيب عندي الخلطه الحلوه اللي عملناها دي بسم الله كده وابدا اساوي اموري بالشكل ده اهو وهات كمان اللي باقي صف شويه على قد ما نقدر اي ميه وبكده يكون حشينا الحشو ده موجود يلا بالمره دول. قد ايه؟ ربع كيلو فراخ باين كان صدور على وراك انا حطيت عليهم حبه خضار حلوين وقتهم باللي نفسي فيه اي حاجه نفسنا ما عنديش بشكل ما اديتهاش ملح قد ملح شويه وكمان هنحط جبنه. طيب الجبنه انا شايف احطها عندي في النص كمان عشان لما احط في الاواخر ان شاء الله على الوش البيض مع سنة لبن مع سنة زبدة يبقى أنا مظبط أموري. ده حشو بص بقى المنظر عامل ازاي حشو الجلاش عشان كده بس عايز اطلع قبل فاصل احشي ده معلش فهمت انا قصدي ايه؟ ايه فاصل ولا جلاش؟ ايوه كده. مين اللي قالت فاصل؟ مين اللي قالت فاصل؟ ياسمين؟ رنا؟ ليه كده يا رنا؟ حاضر حالا حالا حالا. طيب هنا الشعرية دي تمام التمام برضو خلصانة تتشرب برضو على طول وهعمل حاجة حلوة جدا اقفل بس دي كده ويلا اطلعكم بوسط عشان اعرف الاخر هاخد كده شايف دي كده كده وهعمل كده كده اهو كل اللي كان بره هعمل كده وهقطعه زي ما انا عايز وهطلع فاصل حاضر هطلع فاصل وبعد الفاصل في تقرير حلو جدا انا بجيب حضراتكم ان شاء الله ثم الوصف اتفضل.